في دمشق تحتلك المدينة بذاكرتها وحاضرها، وفي وجهه ملامحها، ملامح الشام، ألماً وفرحاً. قد يبدو عبثياً، ساخراً ومحظوظاً، لكن الحياة عرته فانهزم مرات متعباً. سيف السبيعي، فنان التمرد والجنون والتجربة. هل أطفئت نيرانه بعواصف الواقع؟ أم لا شيء مستحيل؟ ألو، صباح الخير. هليل أنا. كيفك أستاذ سيف؟ صباح النور، كيفك أنت؟ نحن صرنا بمعهد الموسيقى جودة الهاشمي. نحن هون. أنا لورا صرت لورا. شفتي قديش أنا سريع باللبس وبالتحضير؟ فاجأتني صراحة. بين لبس وحمام وتظبيط شعر وكذا وكل شيء جل وكذا، كله 8 دقائق 9 دقائق يكون طالع من البيت. والله نية لك. هي شفت قهوتك؟ لا والله لسه ما شربت. قومي نعمل قهوة، شو رأيك؟ يلا تفضلي. بشوفك كيف بتلقي من القهوة. أيوه. قهوتك طيبة؟ هلا بتذوقي وبتحكمي. اوكي. أنا بحب طقس غلي القهوة كثير. بزمانه كنت عم بشتغل مخرج منفذ مع هيثم حقي بمسلسل اسمه ردم الأساطير. أوكي. فكان لازمنا نسجل لمحمود درويش جزء من قصيدته اللي بيقول فيها ردم الأساطير، اللي هو معتمد عليها اسم المسلسل. وقتها بعتني الأستاذ هيثم حقي على عمان مع كاميرا ومسجل ريكوردر مشان نسجل له الجمله لمحمود درويش. طبعا انت ما بتخيلي سعادتي بوقتها اني انا روح على عمان وشوف محمود درويش واقعد انا وياه وسجل له هي الجمله. طبعا انا تفاجات انه هو لما فتح لي الباب، هو فتح الباب حسب العنوان اللي درنا عليه، عرفني واخذني بالمباوسه والاحضان. فانا ما بتخيلي سعادتي، وقام هو ساولنا قهوه. كانت من اجمل الايام اللي مرقت علي بحياتي، اللي تعرفت وقتها على محمود درويش وطلع بيعرفني. لا احلى شيء طلع بيعرفني. بيعرفك وطلع طيبه قهوته. اوه عظيم يا عظيم. ده صار لك ناقل على البيت هون؟ والله ما صار لي زمان، هذا ناقل عليه صار لي شي شهر، ما صار لي شهر. ما كنت عايش بهالمنطقه هون؟ كنت عايش بمشروع دمر انا، بقرني شوي هيك برات الشام عملية، بس هي قريبة يعني تعتبر. على طول عايش بالأجارات يعني؟ إيه، نحن ما عنا مصاري كثير نقدر نشتري بيوت. ليه ما أنت ابن رفيق السبيعي؟ العالم بحسوا إنه أنتم مرتاحين. كثير كثير قلال اللي بهي المهنة بيكونوا مرتاحين مادياً، ها؟ كثير قلال. الفترة الماضية أنا مرأت بأزمة حقيقية يعني على صعيد الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي بفترة العشر سنين الأخيرة اللي صارت فيها الحرب بسوريا. دينت ودفعت ديني ووصلت وغرقت بأرقام كبيرة يعني بالديون طبعاً. طويلة صعبة هيدا. إيه صعبة، بس الحمد لله قدرت أتجاوزها يعني، قدرت وفيت كل شيء. كيف قدرت تتجاوزها؟ اشتغلت اكثر من شغلي لانه يعني مثلا قدمت برامج. اه صح مزبوط. بمرحله معينه ايه. بسنتين او ثلاث سنين قدمت كنت برنامج. اي شيء يعني كنت قبل، كنت بحاجه اي شيء مشان اقدر انا جلس حالي ماديا. اضافه كانت مرحله اللي هي مرض ابي ووفاته وكذا، ايه كله صح. هذا كان في ضغوط يعني كبيره. انتي بتشربيها بسكر ولا بلا سكر؟ لا مره. ايوه مثل هالدنيا. نفس الشيء مثل الحياة. انت كيف تشربها؟ انا بلا سكر. جاهزين نمشي؟ يلا تفضلوا. تفضلي قدامي. تفضلي. شيء على الاصول. طبعا هيل تبعها متوازن. ايه ايه.
حطيتك الشغله الوحيده اللي متوازنه بحياتنا هي الهيل تبع القهوه. ليه ما فيك تعمل توازن بحياتك؟ ما في ما بهي المنطقه اللي احنا عايشين فيها ما عاد في توازن بحياه اي شخص، وانا بصراع اني فل صار لي اكثر من 10 سنين بين اني فل وضل. وليه ما اخذت القهوه؟ ما عم بقدر في شيء غريب ما عم بقدر افهمه. ما عم تفسره يعني؟ ما ولا عم بقدر افهمه. بالسنة الماضية أو اللي قبل الماضية اشتغلت مسرحية. لك حتى هي الجمعية الخيرية اللي كل فترة بتعملي لها عشاء بكلف هديك مع رسام مسعود اسمها هوا غربي. فالشخصية اللي أنا عم بلعبها اللي هو شهاب بيقول بأحد المونولوجات إنه على هي الفكرة تبع إنه ليش ما عم نمشي نحمل حالنا ونمشي. بيقول هو آخر شيء إنه إيه كثير أنا فكرت إني أمشي كذا بس هدول رجلي وصير بيضرب على رجلي. ما عم يتحركوا هدول الولادين الحرام. رجلي هن المشكلة. كأنهم مولي، كأني مستأجرهم كل هالعمر وما عم يدفعلهم الأجار. كل ما أجي لأمشي لخطوة لقدام لأثبت لحالي إني واحد كساب لأيهم ما عم يطاعوني. لكن متفحين مجومسين ليش ما بعرف ولا بدي أعرف. هيك إذا بقول لك وصف لي دمشق هلأ براسك. هي روحي باختصار شديد. برجع بقول لك مو إنه إذا بطلع بعيش برا بموت، لا ما رح موت، بس رح يكون في شي ناقص. وهون رغم كل شي ناقص بس كمان عم بقدر أزبط أكثر. حلوة هالجملة. رغم كل شي ناقص. بس بتعرف لما يصير في صدمة مثل صدمة الأزمة والانقسام الحاد اللي صار بال2011 و2012، انتو خاصة المثقفين، وما بدي أقول بس مثقفين يعني الناس اللي بالواجهة يعني المعروفين public figures، كتير كان الحكم قاسي عليكم. يعني حطيتوا على لوايح شي لوايح يعني شي لوايح عار قوائم عار لوايح عار. قدي أخذك وقت لتعمل هيك مثل تفهم شو عم بيصير؟ أنا ما اهتميت لأني أنا بالأساس ما رحت للإكستريم، لا سواء بالمعارضة أو حتى بالموالاة نفسها يعني. بس هيدا مش رمادية وضبابية. إيه وأنا أفتخر فيها. عن جد؟ إيه طبعاً. هيدا بعد الوقت يعني طبعاً. بعد 10 سنين إيه. صرت تفتخر فيها. لا 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 من البداية من البداية ما كان عندي. أنا ما بحب روح للإكستريم بأي موقف. قال بيقول لك برتراند راسل بيقول لك انا غير مستعد للموت دفاعا عن قناعاتي فقد اكون مخطئا. طب هيدا طبعا طبعا. شو الاولويه هلا بالنسبه لك؟ الاولويه انك تلاقي حياه هادئه. هلا صارت كل ما عم نكبر كل ما عم يصير هيك انك انت تقدر تحصل على حياه هادئه في مكان بيحترمك وبيقدرك وبنفس الوقت انت بتحترمه وتقدره وتقدر تضل عايش هيك بتصالح مع الذات ومع الاخرين ومع الناس اللي حواليك. ما عاد في وقت للصراعات. قد ايه صار عمرك؟ يعني عم قرب على 50. انا صرت عم دق باب 50. ايه بس لما اسمع هلا سيف سباعي على 50 بيقول بدي حياه هادئه ما بصدق. انت كثير حياتك صاخبه. لاني انا ما بحس حالي رح اعيش كثير. ايه شو هالخبريه؟ ايه عندي هذا الاحساس اني انا شخص ما رح عمر كثير. انا بظن يعني شغله 10 15 سنه الثانيات بالكثير. يا زلمه. لحم صياح المدحل يمر وما بيتاكل، وإذا اتاكل ما بينبليع، وإذا انبلع ما بينهضم، وإذا انهضى إنه إذا بقول لحدا إنه عاملة برنامج اسمه لا شيء مستحيل مع سيف السباعي بيقول لي إنه شو لا شيء مستحيل بحياته؟ إنه خلقان ببيت فني، إنه الطريق كانت معبدة قدامه ليكون فنان. لا ما كانت معبدة. بعدين إنه أخباره إنه عايش حياته، بسافر على دبي، بيجي على دمشق. يعني بحب كل الوقت. ما بعرف ليه حياتك العاطفية هالقد يعني معروضة. فإنه شو هلا شيء مستحيل يعني عم سيف السباعي يعني إنه لا الشيء المستحيل هو إنك أنت توجد مكانة بالوسط الفني بعيداً عن عباءة شخص مثل رفيق سباعي. هاي الشيء صعب؟ كثير صعب.
ليش؟ كتير صعب، يعني ممكن نجح فيه قلال، مثلا زياد رحباني نجح بانه يطلع من عباءة عاصي ومنصور وفيروز. انا لحتى قدرت اطلع من هذه العباءة او بظن اني طلعت اني انا حولت المهنة. انا ما ضليت ممثل، انا نقلت على الاخراج كرمال اثبت نفسي بمكان انا بحس انه ممكن يعني يكون في عنصر متفرد بخلاف انه ابي رفيق اسمي. اول ما بلشت بالمهنه ما عملت لك عقده؟ بلا، يعني كانت القصه صعبه انك انت وين بدك توصل، يعني لوين بدك توصل؟ يعني بدك توصل للمسافه للمساحه اللي وصلها رفيق اسمي، ما بظن رح اقدر اوصل. ليش؟ لانه صعب كثير. ما انه هو غير كاركتير يعني. ايه فيك انت تعمل شيء ثاني. ايه بس بظن انه صعب، ولاني ابنه فرح يضل دائما كل الوقت في هذا هي المقارنه اللي موجوده. الله يخرب بيتهم، بدي بقى يجي اليوم اللي نقدر ناخذ بيتارنا فيه منهم. لا تستعجل لك ابني، لا تستعجل، شو بيعرفنا؟ يمكن بكره انت تصير زعيم الثوره كلها. ايش نهار قلت ما بقى بدي هالمهنه؟ كثير عن جد؟ كثير هلا، لا مش هلا ليتلي، مش باخر فتره، بنعرف القصص تبعي في الفتره، بس بوقت اول ما بلشت في شي فتره قلت انه كنت بهالشغله يعني بدي اعمل شي ثاني. لا لا لا، باول فتره كان في هاجس هائل يعني كنت انا متورط بديون كبيره مشان اعمل منتج، مشان ننتج شغلات نقدم حالنا فيها. يعني انا بسنه ال 94 او ال 95 يمكن أنا تدينت من ناس كرمال انتج ثلاثية اسمها اللعبة وقتها، كتبها عبد المجيد حيدر وكان ببطولة جمال سليمان وأخرجها حاتم علي. وكانت من أوائل القصص اللي كان عم يخرجها حاتم علي، كان بدايات حاتم علي كان مخرج. أنت شو كان دورك؟ أنا كنت منتج ومثلت معهم دور بالمسلسل. طبعا دين القصة دينت وتخانقت مع العالم وهربت منهم، ولبينا ما انباعت شوي لحتى رجعنا له شوي. قصة طويلة عريضة. عن جد قلبك قوي. ايه هذا الحكي انا عم بحكيكي، يعني انا كان عمري 23-24 سنة. لحظة، هذا الواحد بيقولوا عنه قلبه قوي ولا مجنون؟ مجنون. لا مجنون. ممول وانت بتدين. ايه ممول ودين. سكرت الديونات؟ لا والله في شيء لهلا ما تسكر. هلا مروق شوي الوضع، ما عم تكتب ستيتسات بتولع الدنيا. لا ما لا لا لا. ولاني كمان اكتشفت انه هذا العالم الافتراضي الحقيقه، يعني الحقيقه مخيب للامان. شو عملت؟ سكرت الفيسبوك؟ لا ما سكرت، بس ما بس بس مالي فعال ابدا، يعني ما 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 كثير، يا دوب كل فتره بنزل لي صوره بس مشان اذكر العالم اني انا موجود، يعني بس مو اكثر من هيك. انت ما بتحكي شوي بالنقد تبعك كانه انت الفهمان وغيرك مش فهمان؟ لا، بتعطي انطباع انه انا اللي بعرف، انا معي الحقيقه، انا اللي بفهم. لا لا لا، انا ولا 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 لم ادعي يوما اني انا املك الحقيقه وانه رايي هو الصح. انا كل حياتي بمشي على مبدا رأي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صواب يحتمل الخطأ. على بلد المحبوب والدين زاد وادي. أي مرحلة بتحملها بتاريخ سوريا عشتها أنت يعني؟ ما ولا مرحلة، ولا مرحله. يمكن المرحله اللي ما قبل الحرب تماما، اللي كانت سوريا بلشت تنتعش وبلشت تنتعش اقتصاديا، وبلشت الحياه الاقتصاديه ودوران راس المال يبلش يشتغل صح. وعلى المستوى الشخصي اي مرحله بتحمل الله؟ مرحله قطعت او بعد ما اجت؟ على المستوى الشخصي انا بحن كثير لمرحله التسعينات يلي انا كنت فيها، عم لساتني عم خرمش لحتى الاقي مكاني بالوسط الفني. احلى شيء البدايات. ايه يعني مشان اتعلم انا هذه المهنه وانتقل اعمل خطوه مختلفه بحياتي المهنيه. انت كثير عملت بدايات بحياتك بمشاريع اقتصاديه. كم مشروع فشل؟ كله فاشل. كم فشل؟ كله فشل. ويمكن انا بحس انه وما توبت هون الفكره. لا وانا بحس انه هي القصص هي اللي بتخليني اقوى، هي اللي بتقويني مع الوقت. مع كل وقت طبعا 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 اكيد اكيد. وبتظهر بخلاصه جديده، درس جديد. اكيد. اعطيني درس واحد طلعت منه. احد الدروس انك ما تشارك حدا بمشروع اقتصادي ابدا ابدا. كلهم في مثل قديم بيقول لك عندك شريك عندك معلم.
هذا عود يعني يمكن رح يصير عمره شي 100 سنة. هذا عود أبي 100 سنة هالقد؟ إيه يمكن رح يصير هيك عمره يمكن يعني يا 100 يا شي 70 80 سنة. لا عم دندن والله عم بتعلم دندن يعني لسه ما تعلمت منيح. بتعرف شغلة؟ أنت التجسيد لمقولة إنه أنت لازم تجرب كل شيء بحياتك لأنه الأشياء اللي بتفشل فيها وبتندم عليها أهون من إنه أنت ما جربت. طبعاً لأنه هي قصة ما فكرة إنك تندم للحظة إنك أنت ما جربت يعني هذا أصعب بكثير من إنك أنت تجرب وتخسر. في شيء ندمت عليه إنه ما جربته ولا كل شيء؟ لا لا أنا تقريباً كل شيء جربته وخصوصاً بعالم الفن وحتى أنا أنتقد يعني بهي القصة إنه هذا شو بده يغني ولا بده يمثل ولا بده يخرج ولا بده يقدم برامج ولا أنا بدي أسوي كل شيء. باختصار أنا بدي أعمل كل شيء. حبوك الناس أنا مالي زعلان أنا مالي غيران. شو بتلوم أهلك؟ شو بتلوم رفيق سباع أكتر كمان؟ ما بلومه على أي شيء. ما بلومه على أنه هو ما قدر يجمع ثروة يترك لنا إياها لحتى نقدر. كنت بمرحلة تلومه على هالموضوع؟ لا 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 ما لمته ولا بمرحلة. بالعكس أنا فهمته أكتر. أبي كانت القصة بالنسبة له لا تقبل المساومة. ما كان يساوم على رأيه وما كان يساوم على كنت تنتقده على هيك قصص أو لا؟ بالعكس كنت معجب فيه وما زلت وما زلت. ما في شيء كنت تقول يا الله يا ريت كان يتصرف بغير طريقة؟ بس أقول يا ريت كان يضب إيده شوي كان لو كان ترك لنا شوية مصاري. بس هو ولو ترك مصاري كنت أنت هو أنا بشبه هو يمكن أنا بشبهه كثير بهي القصة. يعني أنا حدا هو رفيق سباعي عاش حياته بالطول بالعرض. بس توفى رجعت حضرت مسلسلاته؟ من فترة حضرت مسلسل قديم عامله اسمه وادي المسك رجعت تفرجت عليه كله. خانوم ما خلص حديث الصباح؟ خلص تقبرني خلص ما تخلص ايامك. طول النهار عند بعضكم ضروري ساعة على الشبابيك مثل محابيس المقبض. بتذكر هاي المرحلة انا كنت ولد صغير وهو كان عم بيصور حتى بالحلقة الاولى باحد المشاهد انا مارق كومبرس ولد هيك صغير عمري 6 سنين مارق كومبرس وبيطرق راسي بايده. صباح الخير. يا صباح النور. ما في شيء تعلمته بهي الحياة إلا أنا تعلمته منه. يعني حلو المدينة اللي مستندة على جبل حتى بالتاريخ وإنه هي مدينة بتكون قوية لأنه بظهرها في جبل ودمشق بظهرها في قاسيون فشو ما صار رح تضل دمشق قوية. أفضل أنت مهنياً؟ بآخر سنة إيه يعني بآخر السنة الماضية ولهلأ إيه بظن أنه رجعت هيك توازنت شوي وخصوصاً فيما يتعلق اللي تغير هو أني أنا قدرت أعمل مسلسل حقق شغلتين أساسيين يلي هن الوزن الفكري والنوعي للنوع المسلسل بنفس الوقت الانتشار الجماهيري على صفيح ساخن. هذا الشيء صار بي على صفيح ساخن. شو رأيك؟ شي صاير والله؟ هات لشوف اطربني. عندنا كمية سرطاني محرزة. حلو. كم جرعة؟ 500 جرعة. الله لا يوفق. 500؟ ولك نحن بحياتنا ما اشتغلنا بهيك كمية. صيدة مرتبة ولا غشية خذها وضب. فهذا الشيء رجع قدمني أنا كمخرج بشكل جديد وبنوع دراما الناس مشتاقت له اصلا اوريدي ولقيت النموذج منيح لترجع هذا النوع من الدراما الاجتماعيه السوريه يلي فيها ما فيها بطل وبطله عم بيحبوا بعضهم كل المسلسل فيها مجموعه ابطال. هذا جذب لك مشاريع جديده ومهمه؟ هذا جذب لي مشاريع جديده ومهمه ثانيه مثل تساوي للوسم بعدين. كنولا ورجيني شو شوي شوي عم توجعني. برانية مغمية ما فيها شيء. رواد اه معلم هات نصيت العرقات. يلا. انت حاسس هلا عامل راجع عم تعمل كانه بداية جديدة كانه تبع بداية التسعينات؟ مكتوب علي بكل حياتي دي كل وقت كل عمل كون عم حاول كاني عم بلش من اول وجديد والخوف على بس انه بس شيء يعني دائما عم تجرب تثبت حالك هو هذا ابشع شيء بس بنفس الوقت يمكن هو المنيح فبدك تستغله يعني بدك تستخدمه صلحت معه صلحت معه وقبلان ان يكون بتحدي بكل مسلسل انا عم ساوي
وما عندي مشكله. ثم لوران بلا امام كرواتيا، والان مارسيل دوسايي امام البرازيل في المباراه النهائيه، ونحن في الدقيقه الرابعه على شهر تقريبا. فرغ برشلونه من الدفاع من عود بارضك، عود بعد زيدان ما في حدا. منو هذا اللي عم يحكي؟ انا بشجع مانشستر يونايتد من يعني منذ الازل. انا انا وعيت على الدنيا بشجع مانشستر يونايتد يعني بالثمانينات اذا بدك. بس في مره من المرات انا بتذكر كنا عم نحضر مباراه بمحل بمرمر، وكان نهائي تشامبيونز ليج اللي خسرناه مع برشلونه، خسرنا 3-1 وقتها. فانا بعد الجول الثاني لما حسيت انه مستحيل نربح اجتني كريزه رمل، وصار الألم شديد، أخذوني على المستشفى. ولو إيه والله، من كتر ما عصبت وتضايقت جواتي من هذه الخسارة المذلة، لأنه كانت خسارة مذلة الحقيقة بالوقتها. لأنه أنا بالنسبة إلي ما عندي مشكلة إنه الفريق يخسر بس يكون عم يلعب. هلا اساليني شو بدك تساليني؟ ايه شو فرجيني كيف تشتغلوا؟ شو كيف اشتغل؟ هيك بشتغل، هي المشهد اللي بدنا نساويه هلا. اوكي. مع صوت دقات متواليه وسريعه على الباب يقترب سيف من انه يفتحوا الليره الرباح بوجه غاضب لم يعتده منه سابقا. اللي امنتك عليه وينه؟ الصندوق طلع فاضي. ينكر تماما سيف، انا ما بعرف على شو امنا. سيف انت يعني ولا واحد ثاني؟ عم بمزح. المشكله بالشغل بالشام هو مشاكل الريسورسز تبع الانفراستراكشر، يعني قصص المحروقات، قصص تامين الاماكن، قصص تفضايه الشوارع، لان الشوارع كثير مزدحمه. نحن عم نصور بأماكن حقيقية. هلا أصعب ولا وقت الحرب كانت أصعب؟ والله الظرفين كانوا أصعب من بعضهم، يعني وقت الحرب كان في شيء، وقت الحرب كان عندنا مشكلة أصوات. كل وقت ممكن تسمع صوت أصوات شيء انفجارات أو صوت طيران فوق. شو كنتوا تعملوا؟ نوقف إيه ونايم. إيه بس يعني بالنهاية في ناس بتشتغل، في ناس بتضل عايشة، يعني ما فيك تضل متوقف كل شيء. هي المهنة يعني في ناس بتعيش من وراها. بفترة الحرب وبعد ما خلصت الحرب أنت كيف تغيرت؟ أنا يمكن بجاوبك عليه هذا السؤال بالمسلسل. أحلامنا ومشاريعنا وشعاراتنا كلها وقعت بالأرض لأسفل سافلين. نحن ناس منكسرين، أنا قلت لك يعني بشكل عام نحن عم نلملم جراحنا كل الوقت وعم نحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه. عملنا ملمنا كل وقت عملنا ملمنا. طب اعطيني شيء فيه تفاؤل بتفكر فيه لترتاح تنختم الحلقه بشيء متفائل، يعني مع انه صعب. ما إيه عن جد صعب، بس يعني ما في غيرنا غير نقول كما قال سعد الله والنوس اننا محكومون بالامل، وما يحدث اليوم لا يمكن ان يكون نهايه التاريخ، يعني الا اذا بدنا ننتهي بقى. نضل عندنا امل انه اللي يمكن تزبط، يمكن تزبط، يمكن مو هلا، يمكن بعد كمان لحق يعني نحن. بس يعني مثل ما قلت لك نحن عم نحاول نلملم اشياء. ابتسامة لا يجرؤ اي كان على اللعب مع القدر، ولا يستطيع اي كان ان يحترف التنقل عند حدود الهاوية. شجاعة ان تختار نفسك لتكونها وتخلص لها. شجاعة أن تبقى مندفعاً ومغامراً، أن تبقى عصياً على انكسارات الزمن، أن تخرج من مختبر ترويدك سالماً. شجاعة أن تؤمن بحلمك، بعالمك، بأشيائك، وبأن لا شيء مستحيل.